وانا جايه النهارده كنت بفول العربيه. ايوه نفس اللي انا عملته بالضبط اليوم. بالضبط. كانت خلاص جابت اخرها يعني وبنساها. وبعدين طبعا حطيت ب 150 الف جنيه بنزين. عارفه البنزين طبعا مشكله غلي. البنزين غلي طبعا وفي كل الاماكن كل الدول طبعا البنزين بتشهد ازمه طاقه بنشهد كلا. ارتفاع اسعار الوقود عشان كده هو لو في جمهور عريض معظم المظاهرات في دول كتيره جدا على ارتفاع اسعار المحروقات طبعاً. دايما تلاقي لان اكثر ماده يتم التلاعب بها لان مكسبها سريع والسوق السوداء فيها مولا اكثرها. هنتكلم اليوم طبعا عن ساحه مفتوحه لكثير من المبدعين والطاقات البشريه الرائعه في الاختراعات الجديده وفي الاختراعات اللي هتفيدنا في حياتنا الجايه ان احنا نوفر مصدر طاقه جديد. صباح مساء لفتره صار لي فتره واحنا تعاهدناها فعلا اي حد عنده اختراع جديد، اي حد يحب يكون في نافذه امل من خلال هذا البرنامج الصباحي الذي يقدم، قد يكون هناك حد من المسؤولين موجود من خلال صفحه معينه، ما فيش فقد للامل. بنخصص مساحه فعلا على الاقل حتى احنا نرضي بها غرورنا العربي ان احنا ما زال عندنا طاقات وعندنا امكانيات سينا. وان فعلا نوصل هذا الاختراع علشان فعلا يكون اختراع يرى النور طبعا. وفعلا لان اي اختراع في الدنيا هو لخدمه البشريه، فشيء جميل جدا ان تكون هذه الاختراعات. اختراعنا النهارده بمناسبه يعني القصه اللطيفه قوي اللي انا حكيتها طابور البنزين عن اختراع لتوفير الوقود او توفير استهلاك البنزين بنسبه تتراوح ما بين 25 لـ40%، وطبعا دي نسبه كبيره. طبعا الخوف دايما كان من هذه الاختراعات ان ده ممكن ياثر على المحرك السياره او ياثر على الموتور او نوع العادم اللي ممكن يطلع منها او شيء. الجميل في هذا الاختراع على عهد طبعا المخترع انه لا يؤثر على جودة المحرك السيارة بالضبط على جودة الوقود اللي بتؤثر في النهاية أو تصب في المحرك أو الموتور. طبعا هنتعرف أكتر على هذا الاختراع لكن بعد هذا التقرير. كثرت الاختراعات في العصر الحديث التي تسعى للحفاظ على أمن وسلامة البشرية التي تعاني من العديد من الأزمات والحروب التي يعود سبب أغلبها إلى الوقود. فالوقود الذي يمتلك الوطن العربي نصيب الأسد منه جعله مقصدا للاحتلال منذ قديم الأزل، وتسبب النقص الشديد في المعروض منه باشتعال الأزمات والصراعات. وفي محاولة جادة من أحد المخترعين المصريين للوصول لحل لتلك الأزمة، قام العقيد حسام الموردي باختراع جهاز ترشيد الوقود يستطيع من خلاله التحكم في نسبة الوقود التي تحتاجها السيارة للعمل، والذي يمكن من خلاله توفير من 25% إلى 40% من الوقود اللازم للسيارة. الجهاز الذي اكتشفه الموردي لا يوقع أي ضرر على السيارات التي تستعمله مهما اختلف موديل السيارة، بل يساعد على تحسين أدائها. فالجهاز يعمل على معالجة الوقود قبل دخوله في مرحلة الاحتراق، إلا أن الجهاز الذي انتهى الموردي منه لن يخرج للنور قبل 14 شهرا، وهي المدة التي حددتها هيئة البحث العلمي لمناقشة المشروع والحصول على براءة الاختراع. جميل. في شغل مستمر. جميل جدا. احنا يعني دائما في التقرير العقيد مهندس حسام الموردي اهلا بحضرتك معانا، وكان بيحكي لنا على مشواره العلمي بدا منين، يعني اول ابحاثه كانت امتى وعمل ايه في بدايته. اول ابحاث كان من زمان بدايه الشغل اصلا لما كنت بدات اشتغل بايدي. يعني الفكره في دماغك من زمان مش مجرد ان بتستخدم الادوات المتاحه، لا كمان بتفكر ازاي تطور. يعني بحكم مثلا بيقابلك صعوبه في الشغل معين فبتلاقي ان فكرك بقى كحد مهندس يعني بيدور ان هو يسهل لنفسه ازاي يعمل الشغل دوت يعني. طبعا. طيب الخطوط العريضه لفكرتك؟ الخطوط العريضه هو كان البدايه خالص كان بندور على حاجه توفر في الاستهلاك لسببين رئيسيين يعني. طبعا الاول غلاء البنزين والازمه المتكرره والاسواق السوداء بالظبط. وما اكثر الاسباب. غير كده بدات ادور برضو على حاجه تانية لان الموضوع الجهاز دوت بيحافظ على البيئه. بيحافظ على البيئه يعني العادم نفسه بيكون اقل. مفيش عادم. مفيش عادم اصلا. العادم بيبقى يعني يكاد يكون بخار ميه.
نظام زي إعادة تدوير عملية الحرق في الآخر يمكن ما يطلعش بنزين أصلاً. هو بيشتغل على فكرة يعني تصحيحاً للمعلومة، هو بيشتغل على أي نوع من الوقود سواء بنزين أو ديزل. يعني البترول إنجن أو ديزل إنجن هو شغال مع الاثنين. تمام. أوكي. هو بيعمل إيه؟ بيجهز الوقود قبل وحدة الحق. بالنسبة للديزل والإنجكشن موتور عامة دلوقتي. وقبل دخول الكربوراتير بالنسبة للعربيات اللي هي الموديلات القديمة. فبيعمل إيه؟ أنا بمرر الهواء خلال مية عشان أعمل له فلترة. يعني بلغي فلتر الهواء تمام. طيب احنا لحد الان لسه الفكره مش واصلنا، خلينا نمسك الاختراع من الاول. اوكي. هو عباره عن ايش الاختراع؟ المفروض انها هو عباره عن محرك، جزء من المحرك. لا لا لا، هو خارج المحرك تماما. تمام. هي جزء بيركب فين؟ خارج، بركبه داخل الكبوت بتاع العربيه نفسه. يعني ماشي، باخد الخارج بتاعه، بسحب الهواء. الطبيعي اللي بيسحب الهواء اساسا البيستون بتاع العربيه نفسه. هي البستم دوت اللي هو اللي داخل غرفة الاحتراق اللي بيدي الحركة. ماشي، هو مع الحركة دي هو بيسحب الهواء اللي هو عايزه. تمام. مع الوقود طبعا. تمام. ماشي، الهواء دوت انا بسحبه عن طريق القربة دي اللي هي جواها المية، بفلتر بيها الهواء. بتعدي على سخان متوصل على المخرج العادم بتاع المحرك. اللي هو هيخليه هستغل الحراره بتاعت الحراره دي بحيث اني انا ارفع درجه حراره الهواء. تمام. اما بيقابل البنزين او الجاز بيعمل له نوع من التمدد لان هو رفع حرارته اوريدي. تبعي؟ تمام. فيبقى انا كده اخدت النقطه الاولانيه اللي هي التوفير في استهلاك الوقود. الوقود. تمام. رقم اثنين، انا رفعت درجه حراره الوقود. ده الاختراع. صح. نعم. نرجع الصوره اللي قبلها. الصوره اللي قبلها، الصوره اللي قبلها. لا ما شفتش. ايوه بالظبط كده. القربة المية دي هذا اللي على الشمال، هذه قربة المية. بالزبط. تمام. واللي يطلع منها يدخل على السخان. يطلع بعد كده، ده اللي هو بيبقى متوصل على مدخل الهواء اللي داخل العربيه. تمام. او المعده بقى ايا كانت، لان هو بيشتغل مع جميع انواع السيارات، محركات الاحتراق الداخلي. تمام. مش السيارات وبس. تمام. يعني هنتكلم اي شيء فيه احتراق داخلي هو بيشتغل عليه. اي شيء ماشي بمحرك احتراق داخلي هو شغال معاه. اوكي. هو بعد كده انا ببقى جهزت الوقود. اللي على الشاشه ده ايه؟ اللي على الشاشه ده الجزء اللي هيدخل الهواء للمحرك. تمام. بياخد مية. اللي هي كانت في الصوره اللي فاتت. اخر حاجه على ايدك اليمين. اوكي. بعد كده اما بسخن الهواء دوت وسخنت الوقود او اللي هو بقى المخلوط اللي داخل الكومبشن تشامبر او غرفه الاحتراق، هلاقي ان انا رفعت درجه الحراره اللي كان اساسا المحرك بيبذل مجهود عشان يرفع الدرجه دي. وبعدين هو كان بيحصل كمان ايه؟ التلت اللي تحت من المحرك دوت من غرفة الاحتراق بتلاقيه ملحقش يتحرق. فده السبب انه بيطلع لي الوقود غير كامل الاحتراق. لو حضرتك حتى عربيتك زيرو وقفتي ورا العربية هتشمي ريحة البنزين. صح، وكأنك لسه حاطط بنزين. في حالة وجود العادم دوت مهما يحصل، حتى لو قرصتي على العربية وهي واقفة ورفعتي صوت المحرك بتاعها، دوستي بنزين زياده او جاز زياده، مش هتشمي اي ريحه ورا العربيه. ادي فكره تقريبا دي فكره خدمة صديق البيئه. بالظبط كده. فكره بقى توفير التوفير. انا بقول لحضرتك انا مددت، يعني انا الكميه، احنا بنتكلم في فوليوم. ماشي، او اللي هو الحجم بتاعها زاد. لكن هو حجم البستم اللي هيدخل له نفسه. فيبقى الحجم اللي زاد دوت لما هيخش ككميه اقل، هيوفر معايا. لفين توجهت؟ من ساعدك في تدعيم الفكره؟ انا اتقدمت اوريدي لاكاديميه البحث العلمي وعشان اخد براءه الاختراع، وسجلت عندهم وقالوا لي اروح كمان 14 شهر علشان احصل على البراءه. ليه 14 شهر؟ انا متاكده ان مفيش حد سبقك في المجال ده.
هو طبعا يعني موضوع الابحاث عامه على مستوى العالم يعني على قد ما تقدري لازم تسبقي يعني. هو طبعا في حاجات كتيره في الموضوع ده تحديدا شغالين الناس عليها بس بطرق تانية. يمكن القريب من الجهاز ده شويه جهاز فرنسي بس هو حاكم شويه يعني المسارات بتاعه الهواء عشان كده النتائج بتاعته اقل من اللي انا طلعتها بكتير. يعني هو مثلا مع العربيه اللي معايا اللي انا جربته عليها اول حاجه خالص حسابيا كان هيعمل حوالي 20%، عمل معايا حوالي من 27 28% توفير. طيب يعني انت الميزه عندك مش عند الاختراع الثاني. يمكن الفكره برضو مش واضحه بالقدر الكافي. هو الكميه هي اللي هنمونها لكن مده ممكن تقعد فتره اطول. ايوه بدل يومين يعني ممكن احط بنزين بعد 3 ايام او يعني 4 ايام. يعني هنقول ان هيتوفر معاكي طبعا هو برضو بيحكمك شويه سعه المحرك وبيحكمك شكل الكومباستشن شامبر. ده اللي كنت عايز اسال فيه، في مواصفات معينه علشان الجهاز لأن بيشتغل؟ هو طبعا ما هو الكل بيحاول يعمل لا هي ما فيش مواصفات. هو مع اي عربيه هيشتغل مع اي لكن محرك النسبه تزيد او تقل على حسب مواصفات تزيد او تقل. ليه؟ هو كان الاول مثلا البستم كان بيعمله طويل شويه قصروا عشان ايه؟ يقدر ينقل اللايرز بتاعت الفايرد اللي نازله لي ديت عشان اجيب الحراره هو الاقل اوطى نقطه في المحرك او في الكومباستشن شيمبر فاثر المحرك وعرض القطر بتاعه كبر القطر بتاعه. طب ما بياخدش مساحه في الكبوت بتاع العربيه نهائي؟ ما هو ده الجهاز اللي كان طالع قدام حضرتك على الصوره وما يتفاعلش مع اي حاجه مع حراره ملوش دعوه باي حاجه خالص. امن هو مش شغال الا على شكل الاحتراق اللي جوه المحرك تمام. طب هو يعني كمخترع للموضوع ده حضرتك تنصح انه يتم تركيبه قطع اضافيه ولا بعد كده يدخل في تصنيع السياره اوريدي يعني خلاص؟ والله انا اتعرض عليا بامانه وانا رفضت. انا بعمل القصه دي لمصر علشان الناس اوفر لها حاجه. انا معروض عليا السفر لامريكا وانجلترا يعني الخارج علمه بيك وعلى استعداد ياخذوا اختراعك ويزودوك ويطمنوا قلبك ويقول لك عوضناك خير والداخل لحياه المجتمع دي. ما حدش بيتحرك ليه؟ لان برضه هو ما حدش سمع يعني يمكن انا يمكن تاني مره اطلع اتكلم عن الجهاز. طيب هو المفروض انه حتى لو لم تتاح الفرصه لحضرتك وكنت معانا على صباح مساء كثير من الاختراعات التي سبقت حضرتك لفين يروحوا؟ لفين يتوجهوا؟ ما يعملوا قناه خاصه ولا ايش يسوي؟ والله انا يعني انا يمكن اقترحت قبل كده يا ريت يعني زي ما بنعمل الجمعيات الاهليه كده ما نعمل جمعيه طبعًا انتاجيه. طبعا يعني ومراكز البحث العلمي مسؤوله عن تسويق اختراعاتها واظهارها للنور لانه انا لو ما انتم الجهه المختصه تمام اعتقد يعني ما هو امتى لما يدي لحضرتك براءه اختراع؟ بعد 14 شهر يكون مش يكون ظهر اختراع يطلع به القمر. لك الميعاد اللي حتناقشك فيه يعني 70,000 اختراع يطلع في ال 14 شهر واختراعات مش عربيه طبعا. ده حضرتك الثانيه بتفرق بيني وبين واحد. كان معنا من فتره سينار قصه انه ممكن التواصل عن طريق سايت مخصص للمخترعين والباحثين العرب انه تنشر اختراعاتهم. هو سايت يعني مصري على فكره انشاء مصري وفكره مصريه. يعني انا على معلوماتي ان القناه هنا عربيه مش طبعًا مصريه بس طبعا. يعني يا ريت يبقى في حاجه نعملها زي مركز البحوث العربيه طبعا. كمان استضفنا حد فعلا كونكت اربس وده موقع تواصل المخترعين العرب تمام. فربما يعني دي تشهد بقى طفره انه يتم اضافه اختراعات هي قصه يعني فعلا هتختلف تماما يعني انا بقولها من هنا انا في حاله تعميم الجهاز ده داخل مصر انا اعلن مصر نظيفه من تلوث البيئه تحديدا في عوادم السيارات طبعا خلال سنتين. حلو جدا. طيب احنا يعني هي عجبتني فكره تحديدا لانه مصادر التلوث كثيره يعني فعلى الاقل نجنب بجزء والتكلفه لا تتعدى المليار جنيه. مليار من بكره يا باشا يكونوا عندك ولا شيء رقم واحد. لا بالنسبة لا لا على فكرة أنا تكلفة أنا عامل تجهيزة تانية لمصانع الطوب برضه بنفس الطريقة. أنت معنا لحد الآن نطلع بس فاصل ونرجع لمسألة التكلفة لأنه مهمة جدا طبعا. ولا يا جاهزين بشيك الآن نكتب فاصل طيب والله كويس. مع
بعد الفاصل نستكمل حوارنا مع العقيد مهندس حسام الموردي. طبعا الفكرة بشكل وافي يمكن قدمها لنا المهندس حسام الموردي علشان نتعرف على طريقة التسجيل يعني أو هو مسجلة فعلا في الشهر العقاري. ف انت شايفاها؟ انا شايفاها وعايزين الكاميرا بس تشوفها، لانه مهم جدا فعلا انه اعتقد ال كإثبات حق، اثبات حق. لكن هل تمت مناقشتك في لا خالص، ما هو بعد 14 شهر يقول لي تعالى عشان نناقشك يوم كذا مثلا، علشان يتاكدوا فعلا من انه الاختراع فعلا مفيد ولا لا، ومدى امكانيه تنفيذه. ايوه لا هو في امكانيه التنفيذ، هو اصلا مش يعني انا لو في حاله ان انا هعمم على الدوله، لما باجي اتكلم اذا قلنا مصر فيها 6 مليون عربيه مثلا، فال 6 مليون عربيه دول عشان اما انتج انا 6 مليون قطعه دي يعني هتكلفني القطعه مثلا مش هتعدي ال 150 جنيه. لكن انا بتكلم في كميات صغيره، لا انا بوصل لرقم اعلى من كده بيكاد يكون الضعف وزياده يعني. علشان القيمه المضافه يمكن يمكن كده يمكن قربت لنا فكره انه المبلغ كبير، يعني فكره مليار جنيه مبلغ كبير، لكن لما نقسمهم فعلا على عدد العربيات بالظبط كانت تخض شويه، حوالي 150 مليار تقدم رعايه للمباراه ولا لفعاليه ما لهاش اي معنى. لكن الفكره في حاجه، ليش مش يعني ما استغليتش الجيش المصري في انه يدعم كثير من المشروعات ويفتح الفرصه يعني قدام كثير من المخترعين؟ الجيش المصري والله كان الله في عونه يعني، ما حاولتش يعني لانك كنت اوريدي معاهم، ما حاولتش توجه ليهم او في قسم خاص عندهم بالمخترعين ابناء؟ هم طبعا مضغوطين بحاجتين رئيسيتين طبعا، الناحيه الامنيه رقم واحد، رقم اثنين مشروع القناه، ودي يعني حاجه عظيمه للبلد يعني. اقصد انه في قطاع مختص الهيئه الهندسيه اوكي مثلاً. طيب ماشي ما يعني موجود برضو، بس هم يعني ده الهيئه الهندسيه لوحدها هي يعني واخده الجوب بتاع القناه، ده موضوع لوحده يعني، موضوع كبير يعني، وخاصه هم الناس طبعا زملاء وقاده بالنسبه لي كانوا، بس يعني الواحد برضو بيبقى شايف انه هو مشغول يعني. طيب الاختراع فعلا قلت ان هو في النهايه مش هيكلف اكتر من 150 جنيه ده في حاله التعميم. التعميم لا يعني طبعا، لكن في حاله عدم التعميم يعني هيبقى هقول لحضرتك على حاجه بسيطه، ما لما بتنتج واحده بتكون مكلفه اكتر ما تنتج فعلا خط انتاج بالظبط يعني. انا لما عملت اول قطعه مكلفاني حوالي 500 لوحدها يعني. جربتها؟ جربها وماشي بيها انا ماشي حاليا بيها يعني. انت الان السياره المميزه في جمهوريه مصر العربيه الان بتوفر نفسك من كم لكم؟ لا والله في اثنين العيله صح؟ لا مش العيله والله، اثنين اصدقاء، صديق ليا في اسكندريه ده معاه فولفو يعني وسياره 2400 سي سي، فطبعا برضه يعني قوه موتور عاليه طبعا. وفي عربيه جيمس جي ام سي دي 5000 سي سي، دي لسه راكبه يمكن اربع خمس ايام يعني. فطبعا توفر كتير طبعا طيب ما حاولتش انك تتوجه انت الان بعد كل هذه الاحباطات؟ انا اسف اقول لك لان انا شاعره بحالك. لا بالعكس تحاول تتوجه خالص. احب فيك المجامله. انا يعني يمكن لينا اصول صعيديه فانا عنيد شويه يعني، ما هو عنيد لكن يتسرب الى نفسك اوقات انه ليش بلدي ما تنصفنيش، ليش المجتمع العربي ما يبداش يلتفت ليا، ما فيش حد يتكلم معايا يعني. انا في ناس يعني في شخص اردني اتكلم معايا وكان برضه يعني عايز ياخد كميات وكده، بس انا النهارده حتى عشان اصدر لازم اخد اللي هي شهاده المنشا من مصر بالظبط كده، فنفس القصه يعني. لكن هو ان شاء الله هيبقى في يعني اتجاهات ان احنا حتى ننتج هذا الموضوع يعني. العقيد المهندس حسام الموردي احنا نشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى ان احنا نكون مجرد ان احنا يعني اداه لتوصيل هذا الاختراع، ان احنا يعني ده اضعف الايمان زي ما بيقولوا فعلا. بنشكرك شكرا جزيلا، ونتمنى اللقاء القادم تقول انه نستضيفك بقى وانت محتفى بك فعلا يعني. على الله كله يعني ان شاء الله بالروح والاصرار والعزيمه والعرق الصعيدي. شكرا لك، خليك مرتاح.